أهلا بكم. خلفت الاضطرابات الأخيرة في مدينة كركوك 4 قتلى و14 جريحا، والتي اندلعت على خلفية قرار السوداني بتسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في المدينة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إلا أن المراقبين يقولون إن تهدئة الأزمة لا يعني إنهائها، فالهدوء في المدينة يبدو أشبه بنار تحت الرماد طالما بقيت مسببات الأزمة قائمة، ومنها الصراع الحزبي الذي تغذيه أطراف محلية وأخرى إقليمية وكل حسب مصالحه وأجندته، حيث تذهب أزمة كركوك بحسب هؤلاء المراقبين إلى أبعد من حدودها المحلية بحكم موقعها الجغرافي وتشابك وتداخل مصالح أطراف إقليمية ودولية تعمل على تأجيج الصراع بين مكونات النسيج المجتمعي في المدينة، ما يبقي المدينة في حالة توتر دائم. وقضية كركوك بدأت في العام 2005 عندما مرر الدستور الحالي، ونصت المادة 140 منه على إجراء استفتاء للسكان فيما يسمى المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، إلا أن هذه المادة وسبع حكومات سابقة فشلت في حل مشكلة كركوك. قضية كركوك وتلاعب قوى السلطة بها في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: من هي الأطراف التي تعمل على تأجيج الصراع بين النسيج الاجتماعي أو تهدئته وفق مقتضيات مصالحها وأجنداتها في كركوك؟ وهل الانفجار في مدينة كركوك قابل للتكرار والتوظيف في مدن عراقية أخرى في ظل النظام السياسي الحالي؟ ولماذا فشلت الحكومات السابقة والمادة 140 من الدستور الحالي في حل مشكلة ما يسمى المناطق المتنازع عليها ومنها مشكلة كركوك؟ ولماذا فشلت أيضا حكومات ما بعد 2003 في إنهاء مشكلة مدينة كركوك بالذات وبقية المناطق المتنازع عليها الأخرى؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاح قحطان خفاجي فارس الخطاب. مجددا تصدرت مدينة كركوك قائمة الاهتمام المحلي والعالمي بعدما شهدته من توترات أمنية لم تكن بمعزل عما يدور من صراع سياسي بين بغداد وأربيل أو بين جميع الكتل السياسية التي توافقت على تشكيل حكومة السوداني بقيادة الإطار التنسيقي، وكل ذلك ضمن مشهد سياسي تحركه القوى الخارجية ولا سيما إيران وأمريكا. كركوك الغنية بالنفط التي يعتبرها البعض عراقا مصغرا لتنوعها العرقي كانت منذ عدة عقود مصدر نزاع تغذيها أطراف خارجية تهدف إلى تفتيت العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وتقع ضمن ما سميت المناطق المتنازع عليها التي ينص عليها الدستور في المادة 140. ورغم أن الاحتلال الأمريكي هندس المشهد العراقي بشكل كامل، إلا أنه أبقى هذه المنطقة قنبلة موقوتة يسحب فتيلها وقت الحاجة. كذلك حكومات الاحتلال منذ 20 عاما تركت كركوك كما لو أنها ورقة ضغط ومساومات بين الأطراف الحاكمة في بغداد وأربيل، فعندما تتصارع هذه الأطراف تجعل كركوك وقود صراعها، وإذا اتفقت فيما بينها سعت إلى تهدئة الأوضاع في المدينة. ومنذ أن سيطرت ميليشيات الحشد والقوات الحكومية على كركوك عام 2017 أصبح لحكومة بغداد نفوذ أوسع على الأحزاب الكردية، وما كان ذلك ليتم لولا وجود مباركة أمريكية وإيرانية لهذا الواقع، لكن هذا الواقع قابل للتغير نتيجة احتدام الصراع بين القوى الحاكمة في بغداد وأربيل ووجود مؤشرات على أن كركوك كانت بالون اختبار لمدى توافق الإطار التنسيقي والقوى الكردية على مسار الحكم في بغداد. أما الآن وبعد هذا التوتر فيبدو أن خارطة التفاهمات التي شكلت حكومة السوداني باتت مهددة، وستتضح الأمور أكثر مع انتخابات مجالس المحافظات. ما يجري في مدينة كركوك يعطي إنذاراً للعراقيين بأن المناطق الأخرى في العراق ليست بمنأى عن انفجار أمني مسلح، طالما أن المنظومة الحاكمة تعتبر المدن العراقية وقوداً لصراعاتها الحزبية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي ستبحث في مشكلة كركوك في ضوء الاضطرابات والأحداث التي جرت مؤخرا في المدينة على خلفية الصراع على مقر أمني. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، وأيضا سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن
الدكتور فارس الخطاب الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. دكتور، الذي جرى في كركوك اضطرابات ومواجهات وصراع بين قوى السلطة يعني الميليشيات والأحزاب الكردية، وخلف طبعا 4 قتلى، أزمة عابرة على خلفية الخلاف أو الصراع على مقر أمني، أم أن القضية أبعد وأعمق وأخطر من هذا التفصيل البسيط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني ما حدث في كركوك يعني أمر متوقع جدا، ولم يكن يعني مفاجئة أن يحدث هذا. وما حدث في كركوك لا يمثل حدثا يعني طارئا أو حدثا ممكن أن تؤشره ويمضي في طريقه، هو يمثل أزمة أو شكل النظام الذي يحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن. ما حصل في كركوك صورة من صور هذا النظام، أو هو نتاج من نتاجات هذا النظام، أو يعني مخرجاته. لأن الحقيقة كل هذه القوى التي في العملية السياسية والتي تحكم العراق بشكل عام، سواء قوى الشيعية، ما تسمي نفسها الشيعية، السنية، الكردية، كل هذه القوى لم تحتكم وهي تحكم العراق، لم تحتكم لعراقيتها، احتكمت لحزبيتها، لمصالحها الخاصة، لقرارات ومصالح خارجية إقليمية ودولية. هذا واقع الحال، وهذا يشمل الجميع، لا يشمل فقط الأحزاب الشيعية التي تدعي أنها هي الحاكمة وهي فعلا هي الحاكمة، ولا يشمل فقط الأحزاب الكردية التي تدعي أنها حاكمة، ولا الأحزاب السنية أو القوى السنية التي في العملية السياسية. كل هذه القوى هكذا تصرفت من واقع طائفي عرقي، ولم تتصرف بواقع عراقي. وهذه النتائج التي حصلت في كركوك هي نتاج أو مخرجات لهذا التفكير الكسيح الذي سيطر عليهم. لذلك بني الدستور على أساس المكونات، بنيت العملية السياسية على أساس المحاصصة، وهذه هي النتيجة. وكل القوى كان يجب أن تعرف من البداية، سواء كردية، سواء سنية، سواء شيعية، وكل القوى الأخرى التي تلتحق بها أو التي تمثل العملية السياسية، عليها أن تعرف أن كل الاتفاقات، كل المواثيق، سواء مواثيق شرف أو غير شرف، كلها غير ثابتة، ولا يمكن أن تكون ثابتة، ولا يمكن أن يلتزم بها أي طرف، لأنها قابلة للتغير مع تغير ميزان القوى داخل العملية السياسية أولا، زيادة قوة أي طرف على الأطراف الأخرى، امتلاكا للحكومة مثل ما يحدث الآن، الإطاريون هم الذين يحكمون، أو لقرارات خارجية إقليمية أو دولية. ستغير هذه المعادلة ولن يكون هناك ثبات. الأكراد، القوى الكردية، وأنا أقصد الحزبين الكرديين الأساسيين، حزب الديمقراطي وحزب الاتحاد، لم يحتكموا إلى أن العراق، يعني هكذا كانت النظرة من البداية، أن العراق موطنهم، وأن كل العراقيين يعني يجب أن يكونوا هم يجب أن يكونوا جزء من كل العراق. كانت لديهم نظرة بسبب تاريخ يعني مثل ما يتحدثون، بسبب تاريخ ما تعرضوا له من أذى، أو بغض النظر عن هذا، لا أريد أن ندخل في هذا التاريخ، لكن هكذا نظرتهم من البداية. لذلك كان التقرير كان من البداية لديهم قرار بالانعزال أو حتى الاستقلال، ووصلوا إلى استفتاء، وصلوا إلى الاستفتاء بالاستقلال، ولم يحصل هذا. هذا كله كان تفكير خطأ. نعم. لو كان الأكراد ينظرون إلى أن العراق بلدهم، وأن كل القوى هذه يجب أن تحتكم إلى عراقيتها، الأحزاب الكردية، نعم أقصد الأحزاب الكردية وليس الشعب الكردي، لو ومثل الشيعة نفس الشيء، ونفس الشيء بالنسبة للقوى السنية، أنا أقصد قوى العملية السياسية، نعم، لم تحتكم إلى وطنيتها، إلى عراقيتها، لكي ينضبط الأمور ويضعوا منهجاً أو إطاراً وطنياً يحكم تصرفاتهم، لا. لذلك كانت كلها اتفاقات. كثير من الحكومات، أنت تسأل نفسك كيف وافق الحزبان الكرديان على إقامة هذه الحكومة؟ الحقيقة أن تجد أنه مصالحهم عندما تتحقق، الحكومة تقدم لهم أو الحزب الفلاني يقدم لهم تنازلات معينة أو مقابل شيء، يقبلون بأي شيء.
لديهم 6 وزراء مو نعم هكذا الحزبين الكرديين، لديهم رئيس الجمهورية، لديهم نائب رئيس البرلمان، ومع ذلك هم لا يتصرفون كجزء من الإطار الحاكم للعراق، كجزء من نعم. وطنية العراق والمحافظة على العراق كله، يدافعون عن مصالح معينة يعني قومية فقط وما لهم علاقة بالآخر. هذه النتيجة التي حصلت في كركوك جزء من هذا التفكير الخطأ اللي قادهم، واللي كل الأطراف الأخرى وأهمها أطراف الميليشيات الإطارية استغلت هذا الموضوع وكانت تتحين الفرصة للانقلاب على هذا الواقع. وهكذا صارت 20 سنة من الانقلابات الدائمة والمطبات الكبيرة التي تحدث بين فئة وأخرى. نعم واضح. مساء الخير دكتور فارس. مساء الخير والبركة. مشكلة كركوك مشكلة عصية على الحل، معضلة كبيرة مستحيلة الحل، أم أنها مشكلة مفتعلة مستدامة هناك من يديمها من تديمها طبعا قوى السلطة من أجل التوظيف والتلاعب واستدعائها عند الحاجة في الصراع الحزبي المستمر بين قوى السلطة؟ مساء الخير عليك وعلى السادة الضيوف وعلى الأخوات والأخوة مشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. الحقيقة موضوع المحافظة النفطية والغنية بالنفط كركوك متعددة الأعراق والقوميات ربما تعادل في قدسيتها للقضايا العراقية المصيرية أي قضية مقدسة في مقاييس الصراع بين أمة وأخرى. نحن الحقيقة عانينا من هذا الموضوع منذ أن نشأنا، منذ أن وعينا لهذه الدنيا. كانت هناك قضية اسمها كركوك، حتى عندما تم الاتفاق على بيان أو إقرار مشروع بيان الحكم الذاتي في عام 1971 آذار 1971 تم تأجيل حسم هذا الموضوع إلى فترة لاحقة باعتباره موضوعا شائكا قد يعقد الاتفاق وقد يلغيه. لذلك تم تأجيل الموضوع باتفاق الطرفين، ملا مصطفى البرزاني وصدام حسين كان نائبا في ذلك الوقت، ثم قيل أن الاتفاق تم على أن يكون عام 57، إحصاء عام 57 هو الفيصل في تحديد نسب السكان. وأعتقد أن الأطراف، جميع الأطراف تعلم أن هذا الإحصاء ليس في مصلحة الأكراد، كما أنه ليس في مصلحة العرب وأيضا ليس في مصلحة التركمان، لأن العالم المتواجد في هذه المحافظة وهذا اللواء في وقتها كانوا عبارة عن تشكيلات قليلة من المواطنين الذين كانوا يعيشون في هذه المدينة أصلا. ثم توافد الأكراد طلبا للرزق وطلبا للوظائف التي وفرتها شركة نفط كركوك، ومن ثم نشطت التجارة وما شابه ذلك، حتى أصبح الانتقال إلى كركوك عبارة عن عملية آلية ديناميكية تأتي من الجنوب وتأتي من الشمال، إضافة إلى موجوداتها من القومية التركمانية التي هي ربما تشكل إحدى المنصات الرئيسية للسكان هذه المحافظة. أما أنها الآن أثيرت، فأعتقد أنه كما تفضل الدكتور رافع، هذه القضية تجير أو تنشط أو يراد لها أن تظهر مدى الخلاف بين المكونات السياسية العراقية عندما تكون هناك عملية انتقال لمرحلة جديدة لهذه العملية، أو أن هناك رغبة في إثارة مخاوف طرف كردي على حساب طرف آخر. والطرف الحقيقة الذي ربما صوبت إليه هذه العملية هذه المرة هو الوطني الديمقراطي الكردستاني، الذي سارع إلى أن يستمع لتوجيه أو طلب رئيس الوزراء الحالي محمد الشاع السوداني بأن تسيطر قواته على المقر الأمني الذي انسحبت منه القوات العراقية الأمنية. وهذا الحقيقة مطب كبير يقع فيه الديمقراطي الكردستاني للمرة ربما الثانية وأكثر من الثانية في مناطق المتنازع عليها، حيث عليه أن يعلم، كان عليه أن يعلم، لأن الفكر الاستراتيجي لا يأتي الحقيقة
بنتائج عبثية إن كان هناك فكرا استراتيجيا. ومن ليس لديه فكرا استراتيجيا عليه أن يتعلم من خلال الأخطاء وتكرار الأخطاء، وهذان الأمران غير متوفران حقيقة في معالجة هذه المسألة من قبل الديمقراطي الكردستاني، لأن عملية يعني تسهيل الدخول إلى كركوك والسيطرة على مقرات أمنية فيها هي عملية مخطوئة واضحة للعيان، فلا الكردستاني يقبل ولا التركمان يقبلون ولا العرب يقبلون ولا إيران تقبل ولا تركيا تقبل ولا كل المحافظات العراقية تقبل أن يتسيد طرف على طرف آخر. القضية ليست في كركوك فقط، ربما في سنجار، ربما في مناطق أخرى، لكن كركوك هي أس القضايا وأس المشاكل. علينا أن نتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، لأنه قد يكون بوابة الفتنة الحقيقة التي تم إيقاظها. سنتحدث عن مخاوف وهواجس، اسمح لي، قد يتكرر هذا النموذج ويستنسخ في مدن عراقية أخرى في إطار هذا الصراع المستمر بين قوى العملية السياسية. دكتور قحطان، مساء الخير. مساء الخيرات والبركات عليك وعلى الحضور وعلى المشاهدين الكرام. دكتور، الكل الحقيقة يتحدث عن أطراف داخلية وإقليمية ودولية الحقيقة تقوم على تأجيج الصراع وتفجير الوضع المجتمعي في كركوك وفق مقتضياتها، مصالحها، أجنداتها، ارتباطاتها. من هي هذه الأطراف الداخلية أو الخارجية، الإقليمية أو الدولية، التي تعمل أو تؤجج هذا الصراع بين الفينة والأخرى في كركوك؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز. طبعا الخلاف الأساسي على كركوك معروف، هو موضوع النفط حصرا، وليس هناك أي دالة أخرى، خصوصا بالنسبة للأخوة الأحزاب الكردية. الأحزاب الكردية، طرفي الأحزاب الأساسية الكردية، الاتحاد والديمقراطي، يختلفان فيما بينهما على الحصة وعلى المغانم في كركوك. هذا أول الخصوم في داخل كركوك. اثنين، الأخوة التركمان ذات الترتيبة التي يرون فيها خشية من سطوة الأكراد لأسباب معروفة، والارتباطهم بأطراف أخرى خارجية هم الطرف الثاني. الطرف العربي في كركوك الذين أيضا ضاقوا الأمرين عندما هيمنت قوات معينة خاصة للأكراد في هذه المنطقة، وبالتحديد الحزب البارتي، أيضا طرف ثالث. الجهة الرسمية الحكومية هي خارج نطاق التغطية، لأنها أساساً تدار وفق ضوابط وضغوطات هذه القوى السياسية السنية الشيعية الكردية. الطرف الخارجي الدولي الفعال في المنطقة بالدرجة الأساس هو في كركوك هي تركيا، لأن هناك الأخوة التركمان تربطهم وشائج مع تركيا، وتخشى تركيا سطوة إيران على كركوك. إيران كذلك تخشى ضعاف طلباني في كركوك، وبالتالي ضعاف لحليفها من الكردي، وبالتالي هي طرف متنفذ في الشأن الكردي الكركوكلي. أيضا الأطراف الدولية بما فيها أمريكا على سبيل المثال هي تتغذى على حالات عدم التوافق وحالات التقاطع، وكركوك هي بؤرة لحالات لا توافق، فهي أيضا طرف أساسي في هذه اللعبة. وراء كل هؤلاء دون شك ودون استثناء الكيان الصهيوني الذي يوجه الأحزاب السياسية العراقية جميعا دون استثناء، ويوجه الإدارة الأمريكية ويوجه الإدارة الإيرانية. إذن مجموعة القوى الفاعلة السياسية العراقية مختلفة على كركوك لمغانم شخصية، مجموع القوى الإقليمية الدولية مختلفة، لأن إبقاء كركوك بحالة لا استقرار يعني إبقاء عدم التعايش السلمي المجتمعي بين عموم العراق، وهذا بالتأكيد يولد حالة لا استقرار للعراق، ولا استقرار العراق بالتأكيد يخدم إيران، الكيان الصهيوني، وإلى حد معين أمريكا. أمريكا ليست هي راغبة باستقرار بقدر ما راغبة بإدارة عراقية تتوافق معها، وهنا خلاف كبير في الموضوع. المهم إلى سؤالك صديق عزيز، القوى السياسية دون استثناء هي من تستفيد من حالة لا التوافق. أنا أعتقد وأنصح القوى السياسية أن لا أحد يستطيع أن يهيمن على كركوك، ولكن هناك فرصة ثمينة للجميع أن يستفيد من كركوك أو يحتضنها كود وكحب كما ويعشقها كما يقول، أن تكون كركوك عراقية لا كردية ولا عربية ولا
تركمانيا رغم تحفظنا على المسميات، لأن دول العالم جميعا يتكونون من مكونات مجتمعية مختلفة لا يتحدثون عن المسميات الصغيرة إذا ما جاء مسألة تخص أمن البلد وأمن المواطن، إلا العراق للأسف الشديد الذي دمر بهذه العملية السياسية الطائفية المذهبية. أعتقد هذا هو يمكن فحوى إجابة السؤال، وحياك الله أستاذ العزيز. دكتور رافع، الحقيقة الأطراف الحكومية والأطراف الأخرى تتحدث أن الأزمة قد انتهت وأنه السوداني قد وافق على تشكيل لجنة حكومية للنظر في تفعيل المادة 140 الخاصة بالمناطق المختلف عليها أو ما يسمى المناطق المتنازع عليها. فعلا الأزمة انتهت في كركوك وهذا الانفجار لن يتكرر في ضوء هذه الإجراءات الحكومية التي اعتمدتها، وهناك طبعا وساطة من أحد يعني شركاء العملية السياسية الآن بين الأطراف المتناحرة، الأزمة الآن انتهت، هذه الجمرة ألقيت في البحر وانتهت؟ أستاذ ماجد، كل الأزمات التي بدأت مع عام 2003 لحد الآن 20 سنة التي مضت كلها لها بدايات وليس لها نهايات، لا تنتهي، هذه الأزمات تكبر مثل كرات الثلج وتتدحرج وتندفع باتجاه الشعب، والشعب من يدفع الثمن الحقيقة، يعني من يقدم الخسائر هو الشعب العراقي بكردة بعربة بسنتة بشيعتة بكل شيء، بالمسيحيين بالمسلمين بالصابئة بكل مكونات هذه الحقيقة، لأنه هذه الأزمات لا تنتهي لسبب بسيط جدا، أن كل هذه القوى أنت تعود إلى يعني لماذا حصل في كركوك هذا ولماذا يحصل الآن هناك خلاف، وهذا الخلاف تشترك في كل القوى التي تمثل العملية السياسية، القوى السنية والشيعية والكردية اللي تمثل العملية السياسية بينها خلاف، وصلوا إلى طرق مسدودة دائما لأن مصالحهم تتقاطع دائما، مصالحهم هي العملية السياسية بنيت على أساس المصالح وعلى أساس المساحات، من لديه قوة أن يدفع الطرف الآخر ويستولي على المساحة الأخرى، وصلوا إلى هذه كل هذه القوى منذ عام 2003 لحد الآن ليس بينها وبين بعضها ثقة، لا توجد ثقة، يعني لا توجد ثقة أولا بين الحزبين الكرديين اللي الرئيسيين في الشمال، هل هناك ثقة يمكن الاعتماد عليها بين الحزبين الكرديين؟ أبدا. هل هناك ثقة بين القوى السنية التي في العملية السياسية؟ أبدا، مهما يمثلهم. هل هناك ثقة بين القوى الشيعية التي تدعي أنها في كتلة واحدة وإطار واحد ومعرف منه وميليشيات واحد؟ أبدا، هناك تنافس، هناك عدم ثقة، وهذه العدم الثقة هي التي ولدت كل هذا. لو كان هناك راية واحدة، لو كان هناك إطار واحد جامع يجمع الجميع لما حدثت حتى مشكلة كركوك بهذا الشكل. كركوك مثل ما أشار الدكاترة موجودة من زمان لكن لم تحصل بها، حصلت بها مشاكل كثيرة لكن المشاكل لن تؤدي إلى انفجار، لن تؤدي إلى وجود كركوك قنبلة موقوتة ممكن أن تنفجر في أي لحظة، وإذا انفجرت كركوك سينفجر العراق كله، لأن كل القوى ممثلة في كركوك، وكل القوى لديها مصالح في كركوك، وكل القوى تمثل نفسها وتمثل مصالحها، لذلك هذا الصراع دائما. وهذه القوى ليست وحدها، ليست مقطوعة عن قوى خارجية إقليمية ودولية، وبالذات فيما موجود في كركوك هناك ميليشيات تابعة لإيران، هناك حزب الاتحاد التي تعتبره إيران قريبا منها وتعتبره منافسا للحزب الديمقراطي الكردستاني، فبالتالي هناك صراعات، لذلك أنا قلت لا توجد ثقة بين الحزبين الكرديين، هناك قوى سنية أيضا تدعي العروبية وكذا وتدافع عنها وهكذا، هناك قوى تركمانية تدعي تبعية كركوك لها، وبالتالي هي بالأول والأخير أربيل وسليمانية ودهوك وكركوك وبغداد والبصرة والعمارة كلها مدن عراقية. هذه التقسيمات يعني حتى الحديث عن مناطق المتنازع عليها، هذا التعبير هذا يقاس على الدول بين الدول وليس بين في دولة واحدة داخل محافظات عراقية في نفس الدولة تتحدث عن مناطق متنازع عليها. شنو مناطق متنازع عليها؟ هذا مو موجود هذا التعبير، لكن ذهابهم بدستور يعني مفخخ بهذه الطريقة واتفاقات مفخخة
وأوصل العراق إلى هذه النتيجة وأوصلهم إلى هذا نتحدث عن المادة 140 التي وضعت في الدستور، لماذا فشلت في حل هذه المشكلة؟ لكن بعد الفاصل وبعد الاستئذان أيضا من الضيوف الكرام والمشاهدين نستأذن نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لنكمل النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، وفارس الخطاب، والتي تبحث في مشكلة كركوك في ضوء الأحداث التي جرت مؤخرا وخلفت قتلى وجرحى. دكتور فارس، الدستور الذي أقر بعد العام 2003 عام 2005 تضمن أو ضمن مادة خاصة بما يسمى المناطق المتنازع عليها، طبعا في ديالة وفي صلاح الدين وفي نينوى وفي مقدمتها كركوك كما تعرف جنابك الكريم. لكن 7 حكومات تشكلت في حقبة الاحتلال وهذه المادة لم تنهي هذه المشكلة وتجد لها حلا جذريا، لماذا هذا الفشل؟ لأنها بنيت على باطل. الحقيقة المادة هذه بنيت على باطل، لا يجوز في دولة ذات علم واحد ذات قيم ودستور واحد أن تحمل مثل هذه المادة في دستورها. الشعب العراقي هو شعب واحد، اختلفت قومياته، اختلفت أجناسه، اختلفت لغاته، لكنه شعب واحد. إذا أريد لهذه الحقيقة الحالة أن تنتهي، فعلينا جميعا المطالب بإلغاء المادة 140، لأنها تقسم العراق وتبقى مشروع براكين متفجرة في مناطق عديدة لا حل لها. أنا أجزم أمام المشاهدين أنه بعد 70 حكومة مثل هذه الحكومات، إن شاء الله ما تبقى 70، يعني تكون 7 هي آخر الحكومات، لكن 70 حكومة مثل هذه الحكومة لن تستطيع تطبيق المادة 140 التي لا يؤمنون بها جميعا ما عدا ربما الأطراف في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني على وجه الخصوص. لذلك أنا أقول أن هذه المادة هي مادة دست في الدستور من أجل أن تبقى الأزمات مشتعلة، وقدرات حتى صانعي القرار إن وجد صانعو قرار في العراق قدراتهم تبقى محدودة في التحرك من أجل تطبيق أو حتى التفكير في تطبيق هذه المادة، لأن القضية يعني شائكة ومعقدة وتتداخل فيها الخنادق وتتداخل فيها الأعلام، وهو أمر يعني حقيقة غريب في هذه المجموعة التي جاءت مع بعد الاحتلال. علينا جميعا أن نضغط إن كان هناك صوت قانوني ربما يصل إلى المحكمة الاتحادية التي يعلم الجميع كيف تتحكم في الأمور الفيصلية في قضايا العملية السياسية. إن استطاع أحد أن يرفع شكوى ضد المادة 140 أو إبقاء المادة 140 فليفعل، إن استطاعت الجماهير أن تخرج متظاهرة ضد المادة 140 فليفعلوا، لأن حل المشاكل بين إقليم كردستان العراق الذي أقرت له حدوده وإمكانياته المالية وربما اللوجستية وغيرها يجب أن تعالج بطريقة مركز مع الإقليم وليس بطريقة قانون يشتت
المحافظات ويشتت الأقضية والنواحي ويشرذم شعبها كل في جهة. هذا الموضوع الحقيقة دبر بليل، ربما يقف وراه كما ذكر الدكتور قحطان قوى دولية وقوى إقليمية كإسرائيل وغيرها. أنا أقول أن هذه القضية يجب أن تعالج الآن ولا يجب أن تؤجل، لأن هذه القضية ستفتح أبواب الجحيم أمام مناطق ملتهبة أصلاً كمحافظة ديالى ونينوى وصلاح الدين وأيضاً منطقة كركوك التي موضوع الحلقة بشأنها. دكتور، طبعاً الأطراف أطراف وقوى العملية السياسية كل يلقي باللائم على الطرف الآخر في اشتعال هذه الأزمة، في اندلاع هذه الأزمة، في استمرار هذه الأزمة الموجودة في كركوك. برأيك من هو الطرف الرئيسي الذي يتحمل من أطراف العملية السياسية يتحمل المسؤولية كاملة، يعني دور رئيسي، البقية أدوار ثانوية من قوى السلطة؟ أحزاب شيعية، أحزاب كردية، أحزاب سنية؟ السؤال لك دكتور فارس. نعم لك. دكتور قحطان. الحقيقة يعني حاليا الأزمة الحالية يتحملها السوداني، يعني طبعا بتوجيه وربما بدلالات واضحة من الإطار التنسيقي الذي يتحكم به المالكي وعصائب أهل الحق بدرجة يعني متقدمة عن بقية القوى الموجودة في هذا الإطار. الإطار لديه ربما أجندة خاصة بالانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، ويريد أو من مصلحته إرباك المشهد في هذه المنطقة في هذه المحافظة من أجل أيضا إعادة حسم الولاءات والتحالفات. أكبر خطأ ربما وقع فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني هو التحالف مع القوى الشيعية السياسية أو الشيعة السياسية في العراق من قبل عام 2003 وحتى الآن، يعني لم يتعلم أي درس من دروس الإخفاقات التي وقعت. وها هو هذا يعني هذه الشيعة السياسية الموجودة والممثلة في الإطار التنسيقي تذهب أيضا بالديمقراطي الكردستاني إلى مطب جديد، ويسقط بسببه خسائر من قتلى ومن جرحى في عملية ربما يعني أدانها العراقيون جميعا، وفي سلوك واضح من الإطار التنسيقي الذي استخدم السوداني في زيارات ربما أكثر من 3 زيارات يعني متكررة أو قريبة في التواريخ إلى إقليم كردستان، ولقاء مع السيد مسعود البرزاني في أكثر من مناسبة. وهذا ربما أنا أسميه الاستدراج الذي دفع بالوطن الديمقراطي الكردستاني الاستجابة لي يعني نداء السوداني أو أوامر السوداني بأن يتمكن البيشمركة من السيطرة على هذا المقر الذي كان حكوميا قبل فترة وجيزة. لذلك أعتقد أن جميع الأطراف الساكتة في العملية السياسية سواء في مجلس النواب أو في حتى في وزارة السوداني عن هذا الموضوع هم جميعا مشتركون. أما الذي حرك هذا البيدق حاليا فهو الإطار التنسيقي ربما بتدبير ومكر واضح من نوري المالكي الذي لديه ممارسات عديدة في هذا الشأن، وخاصة في ملف المناطق المتنازع عليها، وعليه أيضا شواهد كثيرة في هذا الجانب ربما لم تكن آخرها محاولاته في عام 2013، ومن ثم ما دفع به أيضا في عام 2017 من أنه وصل إلى مرحلة أنه إذا أعطيت كركوك إلى الأكراد فستكون هناك إسرائيل ثانية في المنطقة. دكتور قحطان، هذا السيناريو الذي جرى في كركوك والذي طبعا يتفجر بين لحظة وأخرى، هل تعتقد أنه قابل أيضا للتطبيق في مدن أخرى؟ قوى السلطة مستعدة لا تتورع من نقلة إلى مدن عراقية أخرى وتفجيرها؟ أنا كمتابع وأتحدث الأمور كما هي معطيات كركوك هي ليست وليدة الساعة، هي أساسا قديمة، وكل يعرف مقولة معروفة بين الأكراد هي أن أحزاب الكردية يعني وليس المواطنين الأكراد أن كركوك هي قدس الكردستان. إذن هي مسألة قديمة حقيقة الأمر. هذا واحد. اثنين، المسألة متعلقة بالتأكيد على قدرات مضافة إلى الأحزاب السياسية المتنفذة، وهنا أقول الحزب الكردستاني الجماعة البرزاني. إذن أنا لا أعتقد أن هذا النموذج ينسحب على
مدن أخرى، ولكن قد يكون هذا هو بوابة إلى أن تكون الخلافات العرقية هي واحدة من الأسباب التي تتحرك بها الخلافات ما بين المناطق، وليس بالضرورة التحكم بهذا الحجم من التحكم الذي يريده البرجاني. البرجاني على ما يبدو لحد اللحظة هو لا يعي أن حقيقة أن مهمة التمرد الكردي أو الأحزاب الكردية أو القوة العسكرية الكردية هي لغرض فقط إشغال حكومة المركز على طول الخط باختلاف الحكومات في بغداد. وهناك دراسة تقول في لبنان قدمت أن يراد بالحركة الكردية التمردية أو ما شابه ذلك أو حتى تكوين قوة عسكرية هي أشبه بالخرخاشة التي خرخاشة كلمة شعبية عراقية تسل الطفل الصغير ولكن تزعج الكبير، ولذلك أن أراد له أن يبقى حالة قلقة لعدم استقرار العراق. والدليل على ذلك أن الاستفتاء الذي ذهب إليه في السنوات الماضية كان قد عرض من قبل أمريكا بشكل صريح وأرسل له مبعوث ليمنع إتمام الاستفتاء ومضى به ولكنه أخطأ. مسعود البرزان أو أي حزب آخر كردي إذا يتوقع أنه سوف يحتكم على كركوك فهو واهم، ليس لأنه ليس له حق فيها، كركوك لكل العراقيين ما خلاف، ولكن ينبغي أن يعرف أن هذا الرؤية التي يملكها هي أنانية ضيقة وليس مصلحة منطقة وعراق عام. والدليل على ذلك عندما عاد حزب كردستاني إلى كركوك عدد قوة عسكرية وليس حزب سياسي. كردستان الحزب الديمقراطي حزب البارتي بيتشتي في بغداد هو موجود، ولكن لماذا يعود حزب الديمقراطي وتعود قوة عسكرية تمسك مقر أمني كامل للمنطقة؟ هذا خلل كبير في الموضوع، هذا ليس عودة حزب إلى منطقة يعمل بها كأي حزب مشرع ودستوري وعضو في العملية السياسية، لا، هذه إرادة أخرى. الإرادة الأخرى التي تغيب عن الإدراك الكردي أن كركوك هي مفصل لترتيبة وتوازنات إقليمية تؤثر على المنطقة. ولذلك على سبيل المثال موضوع الدولة الكردية التي يروم عن الأحزاب الكردية للوصول إليها والقوى السياسية غازتهم في ذلك تمانعها تركيا وعضو الناتو، وبالتالي الناتو يعرض هذا الموضوع. إذا الموضوع ليس سهلا ولا مقدور عليه، عليه أن نتمنى على البرزاني وعلى حزب كردي أن يعود إلى الواقعية والمنطقية والتعامل مع عراقية كركوك وليس الأنانية. سؤالك أستاذي هل تتكرر حالة مشابهة؟ أقول ليست مشابهة، ولكن طالما العملية السياسية هي أساسا طائفية والشعب للأسف قسم طائفيا وعرقيا فقد تتكرر، ولكن ليس بهذه الصورة، بصورة أخرى. وهناك كما نعلم أن حيز من المجاميع الشيعية تأخذ منطقة معينة لصالحها على حساب ترتيبة أخرى شيعية. إذن المسألة تأخذ مجال آخر طائفي مذهبي، طالما العملية السياسية باقية مذهبية طائفية وطالما بقت العملية السياسية مرتبطة بقوة خارجية. دكتور، ثمت مخاوف أو هواجس فعلا من أن الصراع في كركوك قد ينقل إلى مدن أخرى، وإن كانت البيئة مختلفة وإن كانت المسببات مختلفة وإن كان الصراع شكله وطبيعته أيضا مختلف، يعني قد يكون صراعا طائفيا، أشار دكتور قحطان له، قوى السلطة مستعدة لا تتورع من تنقلة فجرة في مناطق أخرى، في البصرة، في العمارة، في الرمادي، في كربلة؟ أستاذ ماجد، واقع الحال يعني منذ عام 2003 لحد الآن 20 سنة عندما تنظر إليه، عندما تضع العراق الآن أمامك وتنظر إليه بشكل واقعي وتحليلي وبرؤية صحيحة، ستجد أن كل الأزمات التي وجدت في العراق هي أزمات لإضعاف العراق، لتفتيت العراق، لجعل ضعيف غير قادر على الوقوف على أقدامه مرة أخرى، ولكي تتحكم به قوى خارجية إقليمية دولية حتى داخلية تابعة لقوى إقليمية أو خارجية دولية لكي تتحكم فيه وتجعله ضعيفا. وهذا ما حصل طوال 20 سنة، وهذه أزمة كركوك جزء من عدها. لذلك هذه الأزمة ممكن أن تتكرر في الرمادي، تتكرر في بغداد، في البصرة، لأنها جزء من إضعاف العراق، جزء من عملية تفتيت العراق. والأزمات كثيرة، والشعب يرى أنه
كل الأمور غير متحققة في يده، وهذه الحكومات فساد وخراب ودمار وطائفية وكل هذا موجود، ودستور غير طبيعي وغير منطقي وشاذ، كل هذا يؤدي إلى أن تتحول هذه الأزمة، لا أقول يعني بشكلها هذا الموجود في كركوك، لكن بشكل أو بآخر ستؤدي إلى نتائج مشابهة من قتل وذبح وتخريب ودمار، وهذا موجود في العراق. لكن أريد أن أقول شيء ربما يعني مهم في هذا الموضوع، أنه كل القوى هذه في العملية السياسية الحقيقة، سواء كردية سواء سنية سواء شيعية، من البداية احتكمت إلى دستور غير طبيعي، دستور مفخخ، دستور ملغوم، وقبلت به. إذن هي بالأساس هي ترى أنه كل هذه الأزمة، لذلك أنا أقول أنه الأزمة هذه ليست وليدة، يعني لا يتحملها الطرف الفلاني والطرف الآخر، لا، كل الأطراف التي قبلت بهذا الدستور والتي جعلت هذا الدستور هو الأساس لحياتها ولعمليتها السياسية هي من تتحمل نتيجة ما يحصل في كركوك وما يحصل في البصرة والرمادي وما سيحصل في أي مكان آخر. الحقيقة السؤال، هناك من كتب قال حتى المادة 140 اللي وضعت في الدستور الحقيقة هو ليس لحل المشكلة وإنما لإدامة المشكلة وتعميقها وتجذيرها، وهذا واقع الحال، وهذا جزء من لذلك أنا قلت كل الأزمات لضعاف العراق، حتى هذه المادة هي جزء من محاولة ضعاف العراق وشغلة بفوضى، شغلة بقضايا كبيرة لا يستطيع أن يحلها، معضلة لا يمكن أن تحل بهذه الطريقة، لا يمكن أن تحل، مناطق متنازع عليها، وإذا ما مرضينا بكركوك سننتقل إلى ديالة، وإذا ما قبلنا بديالة سننتقل إلى الموصل ومعرف وين، وبالتالي العراق يجزئ أجزاء كثيرة، وتجزئ العراق، إيران لا تقبل تجزئ العراق بهذا الشكل، مو لأنه حبا بالعراق، لأنها تريد العراق ربما ستتكون فيه دولة تعاديها، الآن هي مسيطرة على العراق ولديها قوى تلعب بهذه الطريقة، تركيا لا تقبل لأن هذا يؤثر عليها، دول العالم لا تقبل، العراق لا يقبل، كله بشكل لا يقبل، فبالتالي يجب أن تبقى كل هذه القوى مشغولة، ويبقى الشعب العراقي أساساً مشغول بأزمات مصطنعة يصنعوها وجدوها، ويجب أن تبقى حاضرة. دكتور فارس، برأيك إلى أي حد تعكس أو يعكس الوضع الشاذ والغريب في مدينة كركوك، ويعني بالذات كركوك عن بقية المناطق المتنازع عليها، طبيعة وماهية العملية السياسية وهذا الصراع والتنافر والتناحر المستمر بين هذه القوى منذ عقدين من الزمن في هذا النظام الطائفي الفاسد؟ نموذج يعني مجسم بالضبط لواقعنا، واقع العراق أو واقع العملية السياسية في العراق. يعني إذا تنظر إلى من سحب قواته من المقر الذي كان حكوميا يسمى مقرا حكوميا لقوات الأمن العراقية، ثم من جاء ليحل محله، ثم من خرج متظاهرا، ثم من مثل العرب في هذه التظاهرات، ثم من رفع العريضة إلى المحكمة الاتحادية وأيضا هو ذاته كان مشاركا في العملية، من يعني وقف مندسا بين هؤلاء المتظاهرين أو بين القوى الأمنية، حزب الاتحاد، حزب العمال الكردستاني، قوى من الحشد الشعبي، قوى متعددة أيضا من الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، هذه كلها تمثل نموذجا مصغرا للعملية السياسية وأطراف العملية السياسية، وهي أيضا جرس إنذار للجميع المشاركين في العملية السياسية أنه هذه العملية يمكن أن تنفجر بعملية دون ورودها في البال ودون أن يخطط لها بشكل مكشوف. أي عملية ربما يراد منها أن إصلاح كما يسموها أو تعديل في العملية السياسية أو ولادة قوى وطنية من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، فانتبهوا النتيجة ستكون كما حدث خلال ساعات في محافظة كركوك، اندلعت الاشتباكات وأغلق طريق كركوك أربيل الحيوي، ودخل الأكراد في إنذار، وأيضا انشغلت جميع المحافظات العراقية وهي تراقب الوضع عن كثب، خوفا من أن تنتقل العملية إلى
يعني قوى صدرية كادت أن تشتبك مع قوات من العصائر في منطقة بلد أو سامراء، قوى أخرى في كربلاء والنجف، قوى أخرى في البصرة، هناك قوى سنية تسمى سنية في الأنبار، الموصل يعني حبسوا أنفاسهم خوفا من أن يكون هذا مخططا يراد منه أيضا القضاء على ما تم تجديده أو إعادة إعماره في الموصل من مناطق وأيضا إعادة الفتنة إلى هذه المحافظة. الجميع قلق، الجميع الآن الحقيقة يعلم أن هذه العملية السياسية عملية هشة، الجميع فيها ضعاف، الجميع فيها أقوياء في المكر وفي الخديعة وفي محاولة يعني تأسيس الفساد والتداخل في القضايا ربما الحيوية والقضايا الأساسية للشعب العراقي من خلال إثارة الفتن والنزاعات، وبالتالي دكتور فارس يخافوا من كل. أشكرك، نقطة مهمة نحيلها أيضا يا دكتور قحطان في الدقائق الأخيرة. دكتور، هناك من يقول أنه هذه البؤر الخلافية الصراعية مثل كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها إما مصنعة بعد 2003 أو أنها موجودة بفعل تراكمات يعني قديمة، لكن قوى السلطة تعمل على تغذيتها وإدامتها ومدها بالحياة لإلهاء المجتمع عن قضايا مصيرية الحقيقة تهمه. إلى أي حد هذا أيضا التوصيف أو التحليل دقيق؟ دقيق 100%، لأن هذه القوى السياسية بأجداتها السابقة بآلية قام العملية السياسية تقوم على أزمة، لم تكن هناك أزمة لا يكون هناك وجود إلى هذه المجاميع. على ذلك أن موضوع كركوك وإذا ما ذهب إليه باتجاه المادة 140 قبل قليل سألتني على ممكن تتكرر، نعم ممكن تتكرر بحالة قراءة الأمور على المادة 140، لأن الأخوة الأكراد لديهم في أجنداتهم مناطق أخرى تسمى متنازع عليها وبالتالي قد يكررونها، ولكن أنا قلت لن تتكرر في بين مكونات أخرى في مناطق أخرى لعدم وجود سابقة أو أرضية لهذه الموضوع. أعود إلى سؤالك أستاذي، نعم الوصف دقيق 100%، القوى السياسية تقوم على الأزمة وتستمر الأزمة باستمرار وجود هذه العملية السياسية. شكرا دكتور رافع. ما هو المسار العراقي المطلوب لضمان أن لا تتحول كركوك وغيرها إلى قنبلة موقوتة أو تسونامي يفجر كركوك وسواها بل يفجر البلد بالكامل؟ في ظل القوى الحاكمة الآن لا يمكن، لا يوجد حل. البلد ذاهب إلى التفجير 100%، لأنه هذه القوى لا تملك إرادتها، لا تملك قرارها، وبالتالي أنت عندما ترى الأمور ستجد أنها غريبة عجيبة. طوال هذه السنوات، ودعني أقول هكذا، طوال هذه السنوات يتحدثون عن أنه الشمال أو الأكراد تصدر نفط، هكذا يقولون. طيب ما أنتم تدرون يصدرون النفط، ما الذي حصل؟ يعني كل مرة يتحدثون عن الموضوع ويسكتون عنه سنوات، تمر حكومة معينة وتأتي حكومة معينة أخرى، وإذا بالموضوع يفتح مرة أخرى ويغلق فجأة ولا تعرف لماذا أغلق الموضوع، وجرت تفاهمات ويقولون انتهت تفاهمنا وستعود الأمور إلى نصابها، وبالتالي تمضي 20 سنة الشمال يعني الأكراد يصدرون النفط. ما الذي حصل؟ الأكراد يأخذون حصة من الموازنة. طيب لماذا الآن تداعوهم بهذا الشكل؟ أليست هذه جزء من اتفاقاتكم؟ لكن الأساس في كل هذا أنه هذه القوى ليست بينها ثقة، نعم، ليست بينها مودة، دعك من حكومة الوفاق الوطني، كلها كذبة. هذه القوى تبحث عن مصالحها، لذلك أقول كل الحلول التي تطرح هي حلول ترقيعية، لا يمكن أن تحل أي أزمة في العراق، والأزمات باقية وتكبر، وأزمة كركوك ستكبر، وأزمة المناطق ما يسمونها بالمناطق المتنازع عليها ستكبر، وبالتالي لابد أن تنفجر لأن الوضع خطر جدا. أشكرك. وهذه القوى لا تملك إرادتها ولا تملك قرارها، قرار خارجي، والوضع في العراق يجب أن يبقى ضعيفا هشا مدمرا بهذه القوى وبهذه العقول الكسيحة. شكرا. في ختام هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وكان معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، وأيضا نشكر ضيفنا من بريطانيا من العاصمة لندن الدكتور فارس الخطاب الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا عبر سكايب. كما أشكركم وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.